أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين، ولقاء جديد وحلقة جديدة بإذن الله تعجبكم. حلقتنا اليوم إحنا حنبداها بطبق جانبي، حنعمل سندويشات الدجاج. نشوف مع بعض المقادير. سندويشات الدجاج: ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة، 4 قطع كبيرة فيليه دجاج مقطع مكعبات صغيرة، حبة متوسطة بصل جوانح، 2 فص ثوم مهروس، حبة كبيرة فلفل أخضر حلو أصابع رفيعة، ملعقة كبيرة خل، ملعقة كبيرة عصير ليمون، 2 ملعقة كبيرة مايونيز، 2 ملعقة كبيرة زبادي أو روب، ملعقة كبيرة معجون مستردة، ملعقة صغيرة ملح، 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة، ملعقة صغيرة ثوم بودرة، ملعقة صغيرة بصل بودرة، ملعقة صغيرة بهار مشكل، ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة، خبز سمون، بعض من شرائح الطماطم والخس المفروم. حبتدي خطوتنا الأولى بتشويح الدجاج. إذا حبيتوا تستعملوا زبدة حوالي معلقة صغيرة زبدة، أو إذا حبيتوا تستعملوا زيت ذرة أو زيت زيتون على حسب رغبتكم. أتأكد إنه دابت عندي الزبدة وأبتدي أضيف الدجاج. هلأ بحتاج أشوح الدجاج على نار قوية زي ما أنتم شايفين لغاية ما أتأكد إنه استوى تماماً. هذه الخطوة كتير ضرورية إنه أتأكد إنه استوى 100%، لأنه مش حطبخه مرة تانية. نفس الطبخة هذه ححشي فيها الدجاج، فأرجو أنكم تتأكدوا من هذه الخطوة بدقة. هنأخذ قطعة، هي حتبقى سخنة شوي بس نحاول قدر الإمكان، وأقطعها. يعني ممكن نقول هي من الداخل بيضة وأصبحت تعتبر مستوية، بس خلينا نستنى كمان عليها شوي عشان 100% أتأكد أنه الدجاج فعلا عندي استوى. هلأ تأكدنا أنه الدجاج استوى، زي ما قلنا بنقطع واحدة وبنشوف. حبتدي أضيف هلأ الثوم، وأضيف شرائح البصل، الفليفلة الخضرة، شوية مايونيز، مستردة برضو. هلأ كل هذا هخليه يدبل ويستوي على النار كويس عشان بدي الخضروات تدبل. مش ضروري 100% أخلي الفليفلة تنشف، رش شوية فلفل أسود. وتشكيلة هالبهار وتقليبة برضو لطيفة هيك سريعة، ابتدت الريحة تطلع أطيب وأطيب. هضيف قليل من عصير الليمون، شوية خل، الخل حيعطيني حموضة لطيفة جدا لهالدجاج. أبتدي أحط السندويشات، وطبعا سهل أني أفتح السندويش بهالطريقة. هنوزع هلأ شوية خس وشرائح من الطماطم، أخذت هالتحمير اللطيف، ونبتدي نوزعها على السندويشات. إن شاء الله هالسندويشات تكون عجبتكم وتستمتعوا فيها كوجبة شهية. فضلاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.